يفرح بيه كل طبق يمد يديه البلاطة حالي معك وش يستنى فيه هاد عوايدنا اللي جينا نفرحوا بيه البلاطة حالي معك وش يستنى فيه هاد عوايدنا اللي جينا نفرحوا بيه علاش الزعاف علاش غير حك معانا شي من اللي طيب يا هذا قطنا شي جنينة علاش الزعاف علاش غير حك معانا شي من اللي طيب يا هذا قطنا شي جنينة فقال بالهجوم انا يا خطيني نيتي جابتني ندور وشدهني فقال بالهجوم انا يا خطيني نيتي جابتني ندور وشدهني فقتك الجزائرية مبخبخة الله يبارك فيتاميني. السلام عليكم، مساء الخير وصحة رمضانكم كل جمهور برنامج أذواق النجوم من الكي بي سي قناة العائلة الجزائرية. اليوم رايحين نستضفوا بطل العالم ثلاث مرات في الملاكمة، نتشرف باستضافة السيد الشاب المتألق دائما في الملاكمة في الفن النبيل جمال دحو. أهلا بك. شكرا ربي يصفك إن شاء الله وميرسي بيان بور لانفيتاسيون. جي لونور داتر بارمي فو، لي شرف أني نحضر في حصة أذواق النجوم، يعني وحاجة تشرف إن شاء الله. وحنا شرف لينا كما سبقونا قلت أنه نستضفوك. وعلاش شرف لينا؟ لأنك أنت شرفت الجزائر ورفعت الراية الوطنية في العالم. ممكن تحكي لنا جمال على بدايتك وقصتك مع الملاكمة، كيفاش اخترتك الملاكمة؟ أنت اللي اخترتها ولا هي اخترتك؟ بون، هي كثر خير اللي كانوا يحقروني في الكوليج في الكوليج تاعي. انا بدايه انا ما كنتش كاع متخيل انه نكون ملاكم وندخل في الاحتراف ونفوز بعده بطولات عالميه وافريقيه. بديت اون توكو اماتور في الاماتوريزم في الهوات، فزت عده القاب يعني جهويه ولائيه وطنيه، يعني في ماكينه البيبان تحلوا لي غراس لو باركور اللي درتو في الهوات، تحلت لي الابواب للاحتراف والحمد لله يعني. وعلاش جمال دحو ما لقاش سبونسور؟ بورتو عندك دي كاليتي اللي تاهلك باش تكون حاجه كبيره ان شاء الله. هذه مام انا سامتوش سامتوش باسكو افون تو شوي ان الجيريان، وراني وين ما نروح نرفد لو درابو الجيريان. الحمد لله انا جامي صرا لي ان ايشاك في لو باركور بروفيسيونيل ديالي. الحمد لله وين ما لكم على بطولات نجيبها ونرفد العلام. سي دور باش ترفد العلام، مليون ونص مليون شهيد في بلاد كغانا كامريكا كلاس فيغاس، يعني في بلاد الملاكمه. يعني انا والله نتاسف نشوف انا بليزيور فوا نقول لهم ما ديروهاش جمال دحو، ديروها لهذيك الخضراء وبيضاء ونجمه وهلال. قول لي جمال، والاطباق اللي تحبهم؟ بون، لو بلا بريفيري تاعي. نعم. بون، يا نطيق نخدم دوبل فاس نقول لك نبغي المشوي ونبغي هاك نبغي هاك، مي انا نحب نكون صريح. انا نحب بزاف لوبرجين بالفريت، دنجال بالفريت ديرهم لي لا مامون تاعي. دنجال بالفريت افيك هكا حمص ولاصوص فوالا، هذاك هو لو بلا بريفيري. وي مان بوكسي شامبيونا دو موند ولا ندخل من البلاد، الام تاعي الحاجه الاولى اللي تحط عليه، باسكو كعارف حنا نكونوا ميزان نكونوا ريجيم اليمونتير لياقه معينه. نعم، الوغ في الماكينه عندي لوتوريزاسيون اون سومان ولا دي جور ناكل فيهم، الوغ نبدا بهذاك الروبا. اوكي. جمال، احنا في البرنامج تاعنا عندنا اذواق النجوم. نعم. ايضا عندنا نجوم راهم جايين المستقبل ان شاء الله في عالم الطبخ. نعم. من كل بلدان العالم. ماذا بينا تذوق معنا، راهم بريباري ون طروا بلا، راح تذوق معنا وتعطي لهم انت النقاط وانت اللي رايح تكرمهم ان شاء الله. ان شاء الله. أوكي؟ ان شاء الله يا رب. شكرا يزيد فضلك. هذا الطبق الاول بيان سور توجور نبداو بلاصو. نعم، تفضل. شكرا. سمع هكاكم باغي تزيدوا طلعوني لور. درك يشار الي انه جاو لي شيف اللي قاموا بطبخ هذه الاكلات. تفضلوا ناديو الشيف حمزه من الجزائر. حمزه تفضل.
الشيف الشيف حالي من سوريا تفضل. والشيف هذا الاسم شويه غريب، الشيف شانغينغ من الصين. اوه اسبوتين صح مش الصين. هدي على معنا هي اللي طيبة هذا نورمالمون انتم على بالكم اسكو هذه المصباحه يتسلخ وراكم قطة. وراكم عارفين هذه شنو هذه وكلتوا عليه هذه المصباحه شنو مصباحه ايه كان طيب معايا قعدت نشوف فيها تسلخ في القط ما تقول ليش سبحان الله شتبه ما نبغيش انا دوك تلاقينا حنايا يا لي كيب اون كوب اصبر كوبي حبس كوبي 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 او المصباحه نشوفها تسلخ في القط سبحان الله ما جزائريين هذا غير يجوز عنده وباين ديجا قال شو شن هذا شفتها تسلخ فيه انا جيت ضعيف ما لاباليش خذ دوك انا شفت اللي الضيف تاعنا جزائري ما لاباليش لولوش القطوطه واتس ذيس بليز ار ذيس كيت نو يس بات واتس ذيس دوك لازم يجوز للطبيب هذا باسكو واش بوازو هذا كلتو ناقط وكلتو ناقط شفتو في رمضان سبحان الله شفتو في رمضان تبهيله عيب والله والله اللي رجعت يا جماعه وش درتو لا كاميرا خاشين انت عينيك راه مسمع يا بس ضرب الناس السنويه برك انا قلت قلت قص مع راسي انا والعايد في يا لا لا ديروا له هكذا والله اما ما كنت داير باللي يجون يجي نهار يجوني في حاجه قاط معليش انت هذه بانت لي نجي قاط حي قلت لها وش بالحياة لعبتها خايفة ولا ماني عارف ما كنت متوقع يجي دو جور باسكو بزاف بغاو يجوني وما قدروش باسكو ما قالوش كيفاش شي با كيفاش فور لا بروميير فوا اللي فاتت عادية زعما ما حسيت والو سبحان الله نهضر على لا كارير تاعي بعد سي لا فونس تروح يوكلوني قط شغل ما فهمتش وبعد السيد ولا يقول لي قطعه صاي لعبت لي على يا علاش الزعاف علاه حكم فريمون خدمه طوب فريمون خدمه طوب ربي يحفظكم ان شاء الله وكامل الجمهور الجزائري والشعب الجزائري نقول لهم صحه طوركم وان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا